عمر طفل في الثالثة من العمر من بلدة كفر نبودة شمال حماة، أصيب بمرض نادر حول حياته إلى جحيم يومي. صرخات خافتة وصوت بح من الألم والأوجاع، نمو متوقف وشعره الأشقر يبدأ تدريجيا بالتحول إلى اللون الأبيض. مشي سنة ونص صارت معها سخونة، وأخذناه على الدكتور، عطاه أبر وأدوية مسكنات نعطيها هين يتروح السخونة، وما يروح مفعول الأبرين ترجع السخونة. شيء على فترة 20 نهار هو يسخون، بعدين صرنا ناخده على المشافة. أخذنا عدة مشافة هناك، صار يعملوا له تحاليل ويعملوا له صور، طلع معه هون هذا المرض استقلاب بالدم. يعيش عمر على المسكنات مع عدم توفر دواء يناسب مرضه. عجز الأطباء في علاجه وأجمعوا على ضرورة علاجه خارج البلد، ليضيف هذا الأمر مزيدا من الهموم والمتاعب على عائلته في منزلهم الذين يعيشون في بيت طرقت جدرانه الحرب فهدمتها. الدكاترة هون في سوريا قالوا لنا أنه علاجه برا بأوروبا، أخذناه على تركيا، كمان أخذناه على عدة مشافة، وكمان قالوا لنا أنه علاجه أوروبا. وبتمنى أنه ناخده ونطلع فيه على أوروبا نعالجه هناك، هذا اللي بنتمناه. وتبقى أمنيتهم الوحيدة هي شفاء طفلهم الصغير ليعيش كباقي الأطفال دون أوجاع وألمه.